هذا ما يحدث لجسمك عند النوم تحت المكيف. يحب الكثيرون النوم تحت المكيف، فما آثار ذلك على الصحة، وما تأثيره على النوم، وما آثار التكييف عموما على الجسم؟ النوم في غرفة مكيفة قد يمنحك بعض الراحة، خاصة في الجو الحار، فالحرارة خطيرة وقد تؤدي إلى فقدان السوائل والتعب. في المقابل، فإن النوم تحت المكيف، خاصة عندما يكون مضبوطا على درجة منخفضة، وعندما يكون اتجاه الهواء موجها مباشرة إليك، يهدد بالمخاطر التالية. أولا، حدوث اضطرابات في النوم. وفقا لدراسة أجراها باحثون في جامعة تويوهاشي للتكنولوجيا في اليابان، فإنه عندما يتم توجيه تدفق الهواء إلى جسم الإنسان، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب ويؤثر على النوم. ووجدت الدراسة أن المشاركين كانت لديهم حركات جسدية أكبر بشكل ملاحظ، وزيادة في معدل ضربات القلب، وتكرار أعلى للاستيقاظ في الغرفة التي تحتوي على تيار هوائي بمتوسط سرعة 0.14 متر في الثانية. وهذا يعني أن تدفق الهواء البارد قد يكون له تأثير على النوم. ثانيا، الجفاف. يمتص المكيف الرطوبة الموجودة في الهواء، وقد يؤدي هذا إلى تقليلها في البشرة خاصة، ونتيجة لنقص الترطيب تفقد البشرة مرونتها وتصبح عرضة للتجاعيد. ثالثا، مشاكل في العضلات. يمكن أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تقلصات العضلات والصداع وآلام الظهر. وعندما يبقى جسمك في درجات حرارة منخفضة، فإنه يصاب بألم في المفاصل والعضلات. حتى تنام بطريقة صحية في غرفة مكيفة، أنا أنصحك بالتالي: أن تنام بعيدا عن تيار الهواء من المكيف مباشرة، إما بتغيير مكان نومك أو تغيير اتجاه تدفق الهواء الصادر من المكيف. ثانيا، وفقا لمؤسسة النوم Sleep Foundation، فإن أفضل درجة حرارة للغرفة أثناء النوم هي نحو 18.3 درجة مئوية. قد يختلف ذلك بدرجات قليلة من شخص إلى آخر، لكن ينصح معظم الأطباء بالحفاظ على منظم الحرارة مضبوطا بين 15 و 20 درجة مئوية للحصول على نوم أكثر راحة. ما هي الآثار الجانبية للاستعمال المستمر للتكييف؟ أولا، جفاف عام. وفقا لرئيس المجلس العلمي لتخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالزمالة المصرية الدكتور زهير حسن الحوشي، فإن مكيف الهواء يؤدي إلى جفاف عام، وهذا يؤثر على قدرة الأنف على تنقية الهواء الداخل للرئتين، وذلك وفق ما صرح به على صفحة وزارة الصحة. ثانيا، مشاكل في الجهاز التنفسي. البقاء تحت مكيف الهواء فترة طويلة يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي في الأنف والحلق والعينين، مثل جفاف الحلق والتهاب الأنف وانسداده. ثالثا، زيادة خطر العدوى، كما يمكن أن يؤدي إلى جفاف المجاري الأنفية وتهيج الأغشية المخاطية وجفاف المخاط، ويمكن أن يجعل غياب المخاط المجاري التنفسية أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية. كما يؤدي الجفاف والتيار الهوائي إلى إصابة الشخص بالصداع أو نوبة صداع حاد لدى مرضى الصداع النصفي، وقد يؤدي البقاء فترة طويلة في غرفة مكيفة إلى الشعور بالخمول والكسل.